ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عمن؟ عن الإمام أحمد، قال: أحمد لعبد الوهاب: أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهرة. الإمام أحمد يقول: بليت بالشهرة. وقال: أشتهي ما لا يكون. الإمام أحمد يشتهي شيئا لا يكون، يعجز عنه، تتصورون ما هو؟ قال: فإني أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وقال: من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنه الناس. قال: فإني لم أفكر في أول الأمر، طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة.